فيه ايه؟ فيه ايه؟ في امر من النيابه بالقبض عليك يا حبيبي. كلبشوه. قتلت سليمان الورداني ليه يا هوجل؟ وازاي؟ يعني كلبشات واذن نيابه وجايبني لحد هنا سعادتك عشان تسالني في تهمه قتل واحد، ما تموتت ربنا. لا بص بقى يا حبيبي. شغل الثلاث ورقات بتاع المولد ده مش هياكل معايا المره دي. يا اما اقسم بالله اسلمك لعشماوي بايدي دلوقتي. ده قضيه قتل يالا. لا اله الا الله. ده يعني انا بظبط القصه، مفيش حاجه نزلت فبظبطها. حلوه كده؟ وفك الكلبش ده يا هوجن قضيه لوحدها. هو سعادتك انا خدته كسرته عند حداد، ما هو اللي بايظ. قتلت سليمان الورداني ازاي؟ التحريات اللي عندي بتقول انك اعتديت عليه وضربته ضرب افضى الى الموت. انا ما قتلتش سليمان الورداني، هو اللي اتكعبل وقع معاه. وانا لو كنت قتلته سعادتك كانوا اهله هيسيبوني. سعادتك لو مش مصدقني ممكن تخطف رجلك لحد الوردانيه في الصعيد، هم هيقولوا لك ان هو مات موتة ربنا. ولو المشوار بعيد على سعادتك ممكن تبعت تجيب اخوه رمضان الورداني، ما هو عندكم. رمضان الورداني هرب يا هوجي. دي اخبار قديمه، رمضان سلم نفسه. وبقول الكلام ده في النيابه بقى. بقوله في العاشره مساء كمان. ومال رجل الاعمال لطفي بيه الحراق قدم فيك بلاغ انك سرقت عربياته، ما اقوالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو لطفي الحراق بقى رجل اعمال وبيتسرق عربياته كمان؟ هو سعادتك اي حد يتهم اي حد؟ طب ما انا ممكن اتهمه ان هو حرق المخازن بتاعتي. اين كنت وقت ارتكاب السرقه؟ كنت مع لقنصة نور كمال اللبان. وما علاقتك بقتل سميح مسعود الموظف في شركة اللبات جروب؟ يا سنة سخة، وانتوا هتلبسوني كل حاجة ولا ايه؟ أنا مالي ومال سميح؟ والدته قالت إنك عديت عليها وسألت عليه يوم الوفاة. دي الأنسة نور اللي كانت بتزور وأنا كنت معاها. ولو الزيارة دي جريمة سعادتك ممكن تبعت تقبض على الأنسة نور. ماشي يا هوجة. طب القلم سعادتك. عارف اسمك ولا ايه؟ هو في حد مش عارف اسمي؟ سعادتك.